للحديث في هذا الملف تنضم إلينا شبكة مراسلين من بغداد حيدر البدري، ومن البصرة سعد قصي، ومن الموصل قاسم الزيدي. أبدأ مع حيدر. مرحبا بك حيدر. من خلال متابعتك لارتفاع أسعار المحاصيل والمنتوجات المحلية، شنو سبب ارتفاع أسعار الدجاج تزامنا مع قدوم شهر رمضان؟ تفضل. اهلا بك سفيان، اهلا بكل من يشاهد يو تي في، وتحيه لزملائي الاحبه في البصره والموصل. هنالك عده اسباب لارتفاع الاسواق لارتفاع الاسعار في الاسواق. ربما يكون تضافر هذه الاسباب في مره واحده جعلت هذه الطفره محسوسه عن الاعوام السابقه. السبب الاول هو حلول شهر رمضان، ومعروف بان في كلما يقترب شهر رمضان يزيد الطلب على الحاجات وبالنتيجه يرتفع سعرها. كذلك هذا الفصل من السنة، هو نهاية موسم زراعي وبداية موسم زراعي آخر. الكثير من المحاصيل ذات الاستهلاك اليومي ينتهي موسمها الزراعي في مثل هذه الأيام. نعم. مع منع استيرادها من خارج العراق كالطماطم على سبيل المثال، فنجد ارتفاع كما وصل في بعض المحافظات ل 400% على وهذا الشيء طبعا ينطبق ايضا على موضوع الدجاج والاسماك. هذا الفصل يكون بالطقس متغير، لذلك نشهد هلاكات، نشهد امراض بالدجاج بالاسماك بغيرها من هذه. لكن طيب، تضافر هذه الجهور، هذه التوقيتات، هذه الظروف معا جعلت هذه الطفره واضحه بالسوق. يضاف اليها طبعا ارتفاع سعر الدولار وعدم استقراره لحد هذا اليوم منذ اكثر من اسبوع. نعم. صاعد نازل مثل ما يقولون، يعني يوميا يا اما يرتفع يا اما ينخفض. فهذه هي اهم الاسباب لارتفاع الاسعار سفيان. نعم حيدر، انتقل الى البصره من هناك. سعد، بعد انتهاء موسم محصول الطماطم في البصره، هل يوجد متابعه من قبل الامن الاقتصادي لضبط التلاعب بالاسعار؟ مساء الخير سفيان ولكل مشاهدي يو تي في والزملاء الكرام. يعني بالحقيقه قبل قليل كنا نتحدث مع الحكومه المحليه، وقالتها بمرارة هناك تقاعس من قبل رجال الأمن في متابعة الأسواق وسط ما وصفته بجشع التجار الذين قاموا ب يعني مضاعفة أسعار السلع الاستهلاكية تحت ذراع مختلفة. وربما ما شجع على هذه الزيادة هو عدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق في محافظة البصرة. أيضا سرت شائعات اليوم عن إغلاق منفذ الشلامشة الحدودي مع الجانب الإيراني، وعبر هذا المنفذ تدخل الكثير من السلع الاستهلاكية لا سيما الخضروات. هيئة المنافذ الحدودية نفت إغلاق المنفذ، وأيضا الحكومة المحلية قالت أن لديها تنسيق مع الجانب الإيراني على دخول بعض المواد التي ربما شح وجودها في الأسواق لا سيما محصول الطماطم. أيضا وزارة الزراعة تحدثت عن إدخال كميات من محصول الطماطم الذي ارتفع في الأسواق، لكن بشكل مقنن كما قالت، لتدارك أزمة هذا المحصول والذي تسبب بارتفاع الأسعار. أيضا على الصعيد الآخر الحكومة قالت أنها ستسعى إلى الحديث مع رجال الأمن ليكون لهم جولات خلال الفترة المقبلة للسيطرة على أسعار الأسواق، خصوصا مع قدوم شهر رمضان، وهي تدفع بالمزيد من رجال الأمن لمتابعة علوات الخضار وأيضا علوات بيع المواد الغذائية للسيطرة على الأسعار. أيضا مفوضية حقوق الإنسان في البصرة دقت ناقوس لضيق الوقت الخطر، خليني أنتقل إذا تسمعني، خليني أنتقل للموصل ويا قاسم الزيدي. قاسم، هناك ارتفاع في أسعار المحاصيل بالموصل، هل يوجد إجراءات من قبل الأمن الاقتصادي في المدينة لمنع ضبط الأسعار؟ نعم سفيان، مساء الخير عليك وعلى جميع مشاهدي قناة يو تي في. حقيقة الأسعار جدا مرتفعة على صعيد المحاصيل الزراعية، يعني كيلو طماطم وصل يوم أمس إلى 1500 دينار، اليوم شهدت محصول الطماطم نزول نسبي وصل يعني سعر الكيلو اليوم إلى 1000 دينار. ليس هناك أي إجراءات أو جولات تفتيشية من قبل الأمن الاقتصادي، وخير دليل على ذلك أن الأسواق تشهد تضارب كبير في الأسعار. مثلا في سوق الأيمن، يعني اليوم أجرينا اتصالات مع تجار هناك أكدوا لنا أن سعر الكيلو طماطم 1000 دينار، بينما بعض الأسواق في الجانب الأيسر وصل سعر الكيلو طماطم إلى 1400 و1200 و1500 دينار. أيضا هناك يعني تجار أكدوا لنا أن غلق الاستيراد في مثل هذا الوقت من السنة هو خطأ كبير ارتكبته وزارة الزراعة ووزارة التجارة،
يعني هذا الوقت هو ليس هناك أي وجود لحصد أي محصول زراعي مثل الطماطم والباذنجان وغيرها من المحاصيل. في هذا الوقت يعني خاصة مدينة الموصل تستقبل الطماطم التركية أو السورية، يعني غلق الاستيراد أدى إلى ارتفاع هذا المحصول بالتحديد. نعم سفيان. نعم، شبكة مراسلينا من بغداد حيدر البدري ومن البصرة سعد قصي وقاسم الزيدي من الموصل، شكرا جزيلا لكم.